احنا عاملين المؤتمر الصحفي علشان لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادات كبيرة جدا وغير مبررة في مصاريف الدراسات العليا الخاصة بالأطباء. احنا عندنا حوالي نص الأطباء ما عندهمش فرصة لتسجيل دراسات عليا، يعني محكوم على المجتمع المصري ان يتم علاجه بواسطة 50% من الأطباء غير المؤهلين. طب لما نيجي بقى عند الجزء الثاني اللي أتيحت له فرصة الدراسات العليا، 50% التانيين، وأجورهم كلنا نعلم إن الأجور متدنية. لما تيجي الجامعات ترفع تكاليف الدراسات العليا لأكثر من الضعف، يعني في جامعة من الجامعات وجامعة المنصورة على وجه الخصوص كانت تكاليف الدراسات العليا الماجستير في السنة 1500 جنيه، صدر قرار بأنها ترتفع تبقى 4000 جنيه كل سنة. ده معناه إيه؟ معناه إن حتى الأطباء اللي أتيحت لهم فرصة الدراسات العليا في بعضهم مش هيقدر يكمل، ما معهوش فلوس يكمل. إيه لما أرفع الرسوم الدراسات العليا أرقام فلكية أنا بأدفع الطبيب دفعاً إنه يجد طريق أو آخر لإنه يحصل هذه الرسوم من المرضى. ده معناه مزيدا من يعني احد امرين، يا الطبيب مش هيؤهل فانا بوقع مستوى خدمه صحيه، يا الطبيب هيؤهل باسعار خرافيه فانا بدفعه لتحصيل مقابل ده من المرضى. واحنا عارفين كويس ان احنا في بلد نص اهل وتحت خط الفقر، فانا بعمل ايه بالظبط في الخدمه الصحيه؟ دي اوضاع خطيره جدا، فاحنا بنطالب كل زملائنا الاطباء اللي اجبروا على دفع المصروفات الدراسيه في كليات المختلفه ضد القانون ان هم يتقدموا لينا بشكاوي مرفق بيها طريقه اتصال بيهم وصوره الايصالات اللي دفعوا بيها، علشان لازم يبقى في تجميع للاطباء اصحاب المصلحه والحق القانوني اللي مذكور في قرارات الوزاريه والقانون، واتخاذ خطوه مجمعه معاهم ان شاء الله.